احنا هنتكلم النهارده على ريال، عندنا مجموعتين من الاسباب. اولها واحب ابدا بيها الاسباب العضويه، ويمكن حضرتك في المقدمه الجميله اللي عملناها هيك اتكلمت على البرولاكتينوما او ارتفاع مستوى هرمون البرولاكتين. وزي ما حضرتك قلت البرولاكتين ده هو هرمون اللبن عند السيدات، مسؤول عن ادرار اللبن، لكنه عند الرجال هو هرمون مهم جدا لتنظيم عمل الخصيه وكمان الرغبه الجنسيه. وارتفاعه نتيجه مثلا فرط في نشاط الغده النخاميه اللي احنا بنسميها المايسترو، اللي بيتم عن طريقه افراز كل هرمونات اللي بتنظم العمليه الجنسيه والانجابيه، لو زاد بيؤدي بالتبعيه لنقص في هرمون الذكوره، فبالتالي الى ضعف في الرغبه الجنسيه. يمكن واحده من اهم الحاجات اللي دايما كنا بنتكلم على اهميه التشخيص في الشغلانه بتاعتنا، انه بيفوت على ناس كتيره فكره انه اقيس مستوى الهرمون. يعني بيجي لي مرضى كتير يقول لي يا دكتور انا عندي ضعف في الرغبه، فبساله مع التاريخ المرضي هيك جربت ايه قبل كده؟ دايما دايما يا دكتور ايمن بتبقى الاجابه منشطات جنسيه. يا فندم ايه علاقه ده بده؟ حضرتك شكوتك مش انتصاب، المنشط الجنسي كل اللي هيعمله لك انه هيجيب لك انتصاب على غير ارادتك، انت مش عايز اصلا، فانت قلبت الموضوع لناحيه ميكانيكيه. فبالتالي البرولاكتينوما واحده من اشهر الاسباب، لكن كمان عندنا سبب مهم هو انخفاض مستوى هرمون الذكوره. يمكن في معلومه نحب برضو نوضحها للساده المشاهدين، انه رجال فوق سن الأربعين كل رجال بيحصل نقص عندهم لمستوى الهرمون بنسبه 1% سنويا. ده مش بالضروره انه يعمل اعراض، لكن من 2-5% من الرجال بيصابوا بنقص حاد في مستوى الهرمون بعد سن الأربعين. واحده من اشهر الاعراض بتاعت نقص هذا الهرمون هو انخفاض او ضعف الرغبه الجنسيه. هيك طبعا استاذنا وتعرف في موضوع الميتابوليك سيندروم. احنا حاجه عندنا اسمه تلازمه الايضيه. بيجي لي مريض، غالبا مريض سكر، غالبا مريض ضغط، ممكن يبقى كمان قلب، ارتفاع في مستوى الدهون، عنده سمنه اكتر في منطقه البطن. هيك هتلاقي عنده خمول تام، نشاطه ضعيف جدا، اغلب الوقت يميل الى النوم، الى عدم الحركه، قله نشاط. واحده من كمان افراد هذه المتلازمه الايضيه اللي احنا بنتكلم عليها دي هي انخفاض مستوى الهرمون. فبالتالي البرولاكتينوما او زياده افراز هرمون البرولاكتين، المتلازمه الايضيه اللي من اهم اسبابها ونقص يعني اعراضها نقص هرمون الذكوره، دي اشهر الاسباب العضويه اللي بتؤدي الى ضعف الرغبه. لكن الحقيقه ان المجموعه الثانيه من الاسباب اللي هي الاسباب النفسيه تشكل المجموعه الاشهر، وبتختصر في ثلاث نقط. اولها بيجي لنا رجاله كتير بيبقى عندهم صوره قصف، عندهم ضعف انتصاب، وبيجي يشتكي مش منهم، بيجي يشتكي من وجود ضعف بالرغبه. هو ما يعرفش ان الموضوع حصل نتيجه للمشكله الاولى، بمعنى ان هو عنده سرعه قصف بتخليه مش عارف يتمم العلاقه لنهايتها مع مراته، ادى ده لمشاكل بينه وبينها، ادى لاحتقان عنده وعندها، فبعد شويه هو بقى خايف يقدم على العلاقه خوفا من تكرار المشكله. بعد ما الوقت يطول هو بينسى المشكله الاصليه وبيقول لا ده انا غالبا مشكلتي ان انا رغبتي ضعيفه. لا انت بخايف من الفشل تتحاشى الموضوع. نفس الموضوع في موضوع ضعف الانتصاب. هو عنده مشكله في الانتصاب، وزي ما اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقه انه ممكن يكون جرب ادويه على غير اتباع متخصص، خدها مره، التانيه ما جابتش نتيجه، بطل يحاول. فلما بطل يحاول والوقت عدى ابتدى يترجم ان ده ضعف بالرغبه، هو خوف او تحاشي من تحاشي الفشل. الحاجة التانية بقى، ودي نقطة في غاية الأهمية ويمكن بنقابلها كل يوم في العيادات، وحضرتك ذكرتها في المقدمة ودي كانت نقطة في غاية الأهمية. يجي لنا 2 لسه متجوزين، يجي لنا 2 لسه في أول حياتهم الزوجية، والشكوى ضعف بالرغبة الجنسية. طيب حضرتك يا فندم معدل العلاقة كل قد إيه؟ حضرتك ممكن تفاجأ بأرقام زي مرة كل 3 شهور، مرة كل 6 شهور، أنا مش متذكر. دي الإجابات اللي بنسمعها. لما نخش إن دبس نتكلم أكتر، طبعا وفي نقطة مهمة ان احنا دايما بنؤكد ان طب الجنس هو اتس ا كابل ثيرابي، يعني انا يهمني اني اتكلم مع الاثنين زوج وزوج. في حاجات كتيرة ممكن ما تتقالش لو هو موجود لوحده او هي موجودة لوحدها، لكن في وجودهم الاثنين هم بيقولوا لبعض، فالموضوع بيتكشف اكتر. نفاجأ بانه هذا المريض اللي بيعاني من ضعف بالرغبة لا يعاشر زوجته مدمن افلام اباحية، وانه قعد فترة كبيرة من حياته، يمكن دي احد اسباب المشكلة الكبيرة، انه قعد فترة من حياته بيتفرج على افلام اباحية، فكل فكرته عن الجنس هي فكرة مستقاة من هذه الافلام. كارثة. اللي هي كارثة كبيرة. احنا دايما بنقول يا جماعة الافلام دي لا تمت للجنس الحقيقي بصلة. اتس ا شو، ده عرض. ملوش أي دعوة باللي بيحصل بين كل الناس كجنس عادي طبيعي بين الأزواج. فبالتالي اللي بيحصل انه لما يبتدي بقى يخش في علاقة حقيقية، يمارس جنس عادي، مش مجرد فيلم اباحي بيتفرج عليه، بيفاجئ ان الوضع غير اللي هو طول عمره متعود عليه.
فبيحصله زي شوك تروما، مش عايز خلاص يقدم، لانه مش ده النمط. احنا دايما نقول سكس اذا باترن، هو نمط ومساله تفضيلات. هو فضل وقت كبير من حياته بيفضل هذه النوعيه من الجنس، هي دي اللي بتوصله للمتعه، هي دي اللي بتوصله للمتعه للنشوه الجنسيه. فلما بيفاجئ بوضع مختلف يقول لك لا مش ده اللي انا كنت عارفه او اللي انا كنت فاهمه، فبلاها منه خالص. والنقطه الثانيه ان هو تعود ان يكون زي ما بيقولوا بلا نشاط اثناء العلاقه الجنسيه. العلاقه الجنسيه علاقه فيها حاله من الحميميه والتبادل النشاط او نشاط. بالظبط. في الافلام الاباحيه هو جاست مشاهد. بالظبط. مش مشارك، مش بارتيسيبنت، مش مشارك في عمليه. بالظبط. فهو خد على باترن معين في الجنس انه ما بيأديش فيه اي نشاط. هو بيتفرج. بيتفرج. حتى لو افترضنا انه بيمارس عاده سريه ليست جنس على الاطلاق. ده باترن معين لكنه ليس جنس. فبالتالي اللي بيحصل هو مرحله الصدمه، ان هو بيشوف ان اللي طول عمره كان هو فاكره ان هو ده الحقيقه مش حقيقه، وان الحقيقه حاجه تانية خالص. فبيحجم عن الجماع ويبطل يجامع زوجته ويفضل مكمل في نفس الطريقه. يعني احنا بيتقابلنا والزوجات دايما بتقول بس يا دكتور رغم ان مفيش علاقه هو بيمارس على سريه. ده ليه؟ لان هو خلاص ده النمط اللي بيفضله، فهو مكمل فيه رغم ان هو متزوج حاليا ومع زوجه لكنه لا يعاشرها. يمكن هي دي اشهر الاسباب، سواء بنتكلم على المجموعه النفسيه او العضويه. كتير جدا على فكره. جدا.